بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم منذ لحظات، وهي اللحظات الجميلة والمميزة، انطلق شوطنا 11، شوط الجحدان المحليات الأصايل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين في هذه الدفعة الأولى للجعدان المهجنات الأصايل، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. المجنون على المركز الأول مينون السيد محمد بن سيف بن حسين العليلي، النقلة على بركان محمد بخلفان على غويص، وفي المركز الثالث هناك من يأتي جاهين سعيد بن عبيد بن شمية الخاطري، ورابع المراكز حشيم محمد بن خليفة بن قحيد، وخامس المراكز هناك من الجانب الثاني هملول محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السادس شعر أحمد بن عبيد بن حميدان، هناك يتواجد سادس المراكز مع مياس، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع شاهين علي بن عبدالله بن علي بن واس، وفي ثامن المراكز شاهين لعلي بن ظاهر بن يمع بن حائل المهيري، وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع ما شاء الله اللي هو مزعل محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه، وفي المركز العاشر هناك اللي في المركز العاشر هناك مبلش سالم بن سلطان بن رشيد. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز، دعناها عليكم بالفو التمام، وما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل اللي يقدمه المجنون. المجنون صحصح أبوي، صحصح يعني هنا ما في جنون، في عرض، في صراع، في رداء، في قمة وفيه انتصار. محمد بن سيف بن حسين هو مع المينون، المركز الثاني بركان، ويتفجر البركان إلى متى لمحمد بن خلفان الغويص وصوغان هناك، ولا هملول ثالث مراكز محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وصل هناك من الجانب الثاني حشيم محمد بن خليفة بن قحيد، وفي المركز الخامس مياس وتعود مكيت أحمد عبيد بن حميدان. ما شاء الله خمسة مراكز تقريبا في نفس الموقع، نفس الأداء، نفس التميز ونفس الناموس، ما شاء الله على صدارة. ولكن ننتقل إلى الخمس الدفعة الثانية، وهنا يأتينا مزعل محمد بن أحمد بن حلوة، وفي المركز الثالث ما شاء الله هناك شاهين سعيد بن عبيد بن شميل الخاطري على سابع المراكز، وفي المركز الثامن اللي هو مبلش سالم صدام الرشيد، تاسع المراكز هناك من الجانب الثاني اللي هو الذيب مطر بن سعيد بن حلوة، وعاشر المراكز شاهين علي بن ظاهر بن يمع بن حارب المهري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة حاضرة في هذا الانطلاق. هكذا كان حشيم اللي غير على الصدارة وعلى المركز الأول، والملكية لمحمد بن خليفة بن قحيد المهري، هو مع حشيم مع المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن، بينما اللي في المركز الثاني هملول لمحمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث مياس لأحمد بن عبيد بن حميدان، وفي المركز الرابع مزعل محمد بن أحمد بن حلوة على رابع المراكز ما شاء الله، وخامسا مبلش سالم بن سلطان بن رشيد. خمسة مراكز ونكتفي بعد هذا النداء بالخمس، نكتفي بهذا القدر. واللي حشيم، الحشيم مسيطر على موقع الحشمة، مركز الحشمة ما شاء الله تبارك الرحمن، محمد بن خليفة بن قحيد المهيري ما شاء الله على صدارة الشوط، وهو المسيطر مع القمة، القمة والنقلة على هملول محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث مياس أحمد بن عبيد بن حميدان، وصل مزعل هنا للسيد محمد بن سعيد أو محمد بن أحمد بن سعيد الحلوة، ومبلش خامسا
لسالم بن سلطان بن رشيد وصال الذيب مع بن حلوة مطار بن سعيد بن حلوة. ها هي النتيجة أيها الإخوة حاضرة في هذا الانطلاق. وحشيم ما شاء الله تبارك الرحمن، حشيم 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 اللي مسيطر على المركز الأول، حشيم عن طبع المدانيس اللي مسيطر على المركز الأول يلاحقه مياس ومزعل، مياس ومزعل اللي الثرينة كلهن في موقع واحد، موقع واحد، موقع جميل، موقع ثلاثي مميز للغاية. ولكن حشيم حتى هذه اللحظة وهو المسيطر على المركز الأول. النقطة الثانية، النقطة الثانية محمد بن قحيد المهيري ما شاء الله اللي مسيطر على النقطة الثانية، اللي مسيطر على النقطة الثانية. هو وين السلام؟ السلام يتجول مع أهالي زعبيل، يتجول مع أهالي زعبيل. تهانينا والناموس لك يا أبو راشد محمد بن خليفة بن قحيد بمناسبة فوزه بأول المراكز. وها هي لحظة صورات النهائي المركز الثاني، أحمد عبيد حميدان المركز الثاني، محمد بن أحمد الحلوة. وفي المركز الثالث سالم سلطان، أو عفوا الرابع سالم سلطان بن رشيد. وخامس المراكز مطار بن سعيد بن حلوة. 6 دقائق احنا نقول توقيت 26 ثانية 23 الجزء الثاني. تهانينا والناموس.